السلام عليكم جميع أعزائي المشاهدين والمشاهدات من المحيط إلى المحيط. معي اليوم ضيف عزيز الأستاذ المهندس فراس مريش أبو جهاد. تحياتي أستاذ فراس أبو جهاد. أنا أحمر لك أستاذ هلا بما أنه أفتر فايف. أبو جهاد حلو والله. حياك الله. هلا فيك يا أبو جهاد. الموضوع اللي بنحكي فيه اليوم وأنا وياك تحدثنا فيه، هل ما بيعرف الأخ أبو جهاد كتبت يعني المقدمة، فممكن ترجعوا للمقدمة. السيد أبو جهاد فراس 26 سنة في كندا، فمخضرم معجون ومخبوز، يعني ما بعرف إذا بدي أقول نصك بالكويت ونصك في كندا ولا تلتين بكندا نص تلت بالكويت. التلتين في كندا. نعم صحيح. التلتين في كندا والثلث بالكويت، من اصل فلسطيني وطبعا اب لعائله من 3 أطفال، والله يخلي لك اياهم جميعا. الله. ابو جهاد فراس، انا لفت نظري انت جميعا ما شاء الله عليك، يعني ناشط ومعروف في السوشيال ميديا. بالنسبه لي انا يعني مجتمعنا فيس تو فيس، بس يعني دائما بتعجبني الاطلالات تبعك والفيديوهات تبعك، وتحديدا الفيديو ما قبل الاخير اللي انت كنت فيه عم تأسس لفكرة وجود العنصرية في المجتمع الكندي، وانه حالة يعني لا ما في مجال ننكرها ابدا. وطرحك كان يعني في شيء من الاقناع لدرجة كبيرة، ولكن حسيت انه انت اخذت شوي you went a little bit too far. حسيت انه انت عم مو بس أسست لفكرة انه موجوده العنصريه، موجوده الاسلاموفوبيا، موجوده الكراهيه والامور هي، ولكن كاني انا حسيت انه يعني اعطيت انت بتقولوا على قولة الامريكاني جرين كارد، لانه الناس تستخدم هالامراض الموجوده في المجتمع لتبرر بعض التحديات اللي بتمر فيها. وانا بصراحه على طول بسمع هذا الكلام، فمن خلال الحديث بيني وبينك اتفقنا انه يكون في حوار بيني وبينك لنحكي شوي بهالموضوع هذا ونناقشه من زوايا مختلفه، ونتمنى نكون راح نقدم ساعه مفيده للمستمعين معنا، اتمنى ذلك. فلحتى ما يعني اخذ الوقت، وانا حابب اسمع منك اذا في مجال بس بعجاله ناسس لفكره العنصريه وبعدين ننتقل للشق الثاني من السؤال. تمام. الله يعطيك ألف عافية أخي سام، وأنا أشكرك على هذه الاستضافة وأشكرك أنك تواصلت معي. صراحة أنا كنت سعيد جدا لما كلمتني وحكيت لي أن أنا أختلف معك، وبنفس الوقت يعني كنت بطرحك إيجابي ومهني، أنه الاختلاف لا يفسد في الود قضية. أكيد. وفي الآخر لما تناقشنا وجدنا نحن مش مختلفين فعليا، ولكن مثل ما تفضلت تماما قد يكون الطرح في فيديو العنصرية والاعتذار كان تركيزه على العنصرية. نعم. قد يكون إنه إحنا رسلنا صورة قاتمة وصورة سوداوية إن العنصرية تطغي على كل مفاصل النشاط، سواء المهني ولا العملي ولا الدراسي ولا السياسي في كندا. وطبعاً يعني من الإنصاف إنه هذا الكلام غير سليم. أنا أتفق معك. يعني إحنا كان هدفنا في النقاش العنصرية، وخصوصاً إنه استفز موضوع العنصرية بالإنديجينس بيبل تراجيدي اللي عم نسمع فيها احنا every second day. فهذا كان في مشاعر العنصرية كانت تأججت وما تعرض له طبعا المسلمين لا شك بحادثة لندن وغيرها. فهي يعني المناخ العام كان الواحد يعني يمكن يرفض إنكار العنصرية، لأن المشكلة كانت وين حقيقة؟ إنه خرج ناس من المسلمين ومن العرب اللي يحكي لك لا أخي ما في عنصرية، أنتم بتبالغوا، ما في شيء اسمه عنصرية. فطبعا هذه مبالغة غير مقبولة نهائيا. فكان وجب علينا أنه إحنا نوضح العنصرية موجودة وأين موجودة، أين يراها الإنسان. بس أنا لا شك أني أتفق معك تماما، هذا لا يعني أنه إحنا عايشين في بلد هون ما عندنا أي فرص للنجاح والتقدم والتطور أبدا. وأنا إذا أتكلم عن نفسي، يعني الحمد لله رب العالمين أنا درست في البلد هاي واشتغلت في البلد هاي، والآن أنا صاحب بزنس، يعني أنا بالمجال الهندسي. ولو كان العنصرية تمنعنا من التطور كان ما أحد فينا تطور، وعندنا نماذج رائعة ومشرفة في المجتمع المسلم المجتمع العربي برغم العنصرية، إلا أنهم وصلوا
مناصب محترمة وصلوا يعني يعني اليوم سبحان الله كنت أنا بخطب الجمعة في نعم. مركز الدار اليوم تكلم إمام أنت كمان يعني تخطب خطيب خطيب عشان ما نقول إمام ما نقول إمام أنا خطيب فأنا أنهج في نهجي في الخطابة في نهج التعليمي يعني المبادئ اللي إحنا نحتاجها والأفكار نحتاجها مثل الأمور بطرحها في الفيديوهات بطرحها بشكل برضو أكثر يعني إلها عمق ديني أكثر على المنبر. فاليوم بعد ما خلصت اللي كنت بتكلم عن الشورى ومبدأ الشورى في العمل العام والعمل الخاص وفي البيت في إلى آخره وتكلمت عن الاندجينس بيبل كمان المعاناة اللي عنوها لأنه في وقفة تضامنية أو حملة تضامنية من مجلس أئمة تورونتو كندا. فبعد ما خلصت أتكلم عنهم إن إحنا كيف لازم نأيدهم باللسان ولازم إحنا إلى آخره فأتاني أخ من المصلين فبحكي لي أنا محامي وأنا ترافعت في هذه القضية لسنين وشهدت حضرت شهادة الشهود وإلى آخره فهي محامي مسلم اشتغل على هذه القضية ووصل يعني ما شاء الله نجاح رائع جدا وهذا إن شاء الله يعني واحد يعني يفرح الإنسان إنه إحنا موجودين في 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 مفاصل الدولة موجودين في أماكن حساسة. الوزير حسين نفسه أحمد حسين وصل لمستوى وزير برغم إنه ما زال يعاني. فإحنا حنتكلم أنا بعتقد بعدين إنه هل هاي العنصرية حتعطلنا هل حتمنعنا نهائيا من التقدم. أنا أرجع أقول إن وصلت فكرة في الفيديو السابق إن العنصرية هاي لا تسمح لنا أن نتطور في هذا البلد فهذا ما كان المقصود أبدا من الفيديو وأنا أؤيدك بالعكس في مجال النمو والتطور وما نأخذ العنصرية شماعة أمام التقدم والنجاح. طيب. أنا آسف إذا قطعتك ولكن أسألك كونك 26 سنة في كندا يعني أنا اللي لاحظته من تجربتي الشخصية ما قبل أحداث سبتمبر 11 اختلف لحنا وضعنا كجالي مسلمة في نورث أمريكا. حسيت انه اختلف يعني صار في بالبدايه قبل 9/11 كنا نشعر انه بس التلفزيون بيحكي والموفيز والهوليوود بيظهرنا على انه احنا خلينا نقول يعني ارهابيين سيئين والامور هاي ولكن ما بعرف اذا بتتفق معي ولا لا احداث 9/11 هي اللي خلت المجتمع الافراد على مستوى الافراد يصير في هالنوع من الـ يعني الانتباه لشيء انه هذا شيء مختلف او هذا شيء يعني له علاقة فيما حدث في سبتمبر 11. هل أنت تتصور الجو العام في كندا أو في خلينا نحكي بكندا هو الكلام بالطبع على الغرب كله تتصور أنه الجو العام اختلف سلبيا ومن أحد أسبابه 9/11 وما بعده ولا بعد السوية نفسها ولا زادت الوتيرة تبعها؟ هو لا شك كندا بالتحديد طبعا والغرب كله بس كندا بالتحديد ما قبل 9/11 مثل ما تفضلت is completely different مختلفة تماما نعم. عن ما بعد 9/11 حتى شراسة الشرطة يعني الشرطة كانت ألطف بكثير قبل 9/11 صحيح أذكر إن مواقف كثيرة يعني أنا بعد 9/11 كنت ساكن بالداون تاون ومرة من المرات كنت ساكن في بناية فسيارتي كانت في الجراج نسيت المفتاح داخل السيارة قفلت السيارة الباب والمفتاح داخل السيارة فالمهم نزلت رحت جبت كوت هانجر وبدي أحاول أفتح ما فتحش معي الباب وأنا بفتح في الباب مر جاري بصف جنبي تماما إيست يوروبيان مش متذكر من وين فمر وطلع علي وأنا بفتح في السيارة فأنا طلعت عليه قلت له مرحبا جاري يعني بالإنجليزي إنه يعني جارك أنا هيني شايفني مش حدا غريب يعني سيارتي جنب سيارتك كل يوم بتصف جنب بعض سلم علي وراح فما فتح معي الباب طلعت كلمت السي اي نعم اجاني الاتصال السي اي وصلنا هنا تحت البنايه انزلت من طلعت من باب البنايه استقبل السي اي واذ بجاري نفسه بركض علي وبيبدا يحجزني بجسمه انا مش فاهم شو الموضوع ثواني الاقي شرطي اوفيسر عم تركض ناحيتي ثواني الاقي سيارتين الاقي حالي هانكافت within minutes I was handcuffed وكنت مرمي جوا السيارة. طب يا جماعة إيش في؟ أنا مش فاهم شو يعني هذه الشراسة أنا عمري ما شفتها. فأنا بحكي للشرطي طب اسألني إيش في؟ يعني بقول له أنا نازل إن ما في جامز وكانت خريف والدنيا برد. بقول له مش فاهم إيش ما رضي يحكي معي ولا كلمة أخذ معلوماتي ضرب على الجهاز إجت المعلومات لما إجت الكليرنس apparently فقال لي الآن تفضل احكي. قلت له بعد you handcuff me بعدين you ask me I thought you know you have to ask me first and that was before.
Now we arrest and we ask. فهذا الحكي بعد 9/11 على طول. فلا شك إنه الجو المشحون كان ضد المسلمين بشكل عام والعرب بشكل خاص. بس إحنا برضو لا نغفل أخي الكريم، يعني إذا تذكر أفلام هوليوود ما قبل 9/11 كلها مهدت لـ 9/11. طبعاً طبعاً أنا مش متفق. يعني شيء مرعب كان ولكن لما كانت على مستوى الهوليوود كانت ما زالت في الخيال. صحيح. 9/11 نزلت هوليوود على الأرض. صح. فبدأت فعلاً للأسف النظرة نظرة الخوف من العرب ومن المسلمين لدرجة القتل. يعني نتكلم فوبيا أو الإسلاموفوبيا فعلياً، إنه إن درجة الخوف التي تدفع بالإنسان لإذاء ما يخاف منه، وهذا دفنت اللي صار بعد 9/11. طيب يعني ما في، فما أنت متفقين إنه هذه المرحلة المفصلية أثرت بشكل كبير على 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 نظرة المجتمع بشكل عام. انا بعرف يعني ما قبل كانت تقول انا من سوريا، من يعني حتى تقول له وين سوريا ما حدا يعرف وين سوريا. صحيح انا اسمي اسامه يقول لي واتس يور نيم قبل 9/11 ما حدا يقدر حتى يلفظ اسمي، يعني اسمه يقول لي اسمه، عرفت كيف؟ ف 9/11 اختلف الوضع. السؤال اللي بسالك يا تحديدا كوني هنا بس حتى نوصل للمواضيع الاخرى اللي يعني في البال وهي الاساسيه، فراس أبو الجهاد، المجتمع الكندي المسلم، هل أنت بتعتبر تصرفات البعض منا ونسب يعني متفاوتة لعبت دور أو بتلعب دور بتعزيز هاي المخاوف والعنصرية هاي، ولا لحنا ضحايا فقط أفعال الآخرين في مناطق أخرى؟ سيدي نحن لسنا ملائكة. أنا أعطيك مثال أنا كنت دائما أتخوف منه وإحنا في الجامعة. نعم. كانوا الطلاب المسلمين، يعني إحنا كان في 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 ضغط كبير على إدارة الجامعة إنه يعطونا مصلى. نعم. لما أخذنا المصلى كان مجموعة كبيرة من الطلاب المسلمين يظلوا نايم في المصلى. أوكي. نعم. وطلع سمعة علينا بين البروفيسورز دكاترة الجامعة إنه الطالب المسلم بيهرب من الصف وبروح بينام في المصلى. فهاي عشان بس أجاوبك أنا بمثال حقيقي، يعني أنا يعني تقريبا أنا عندي أمثلة يعني لما تشتهي. فأنا كنت أنزعج جدا يا جماعة بتأذونا، يعني أنا طالب مجتهد والبروفيسورز عارفيني وأفخر إني مسلم، صرت أستحي بسببكم، لأنه في الآخر لما إدارة الجامعة أنتوا عمالكم بتصارعوا عشان تأخذوا مصلى بعدين نايمين فيه وبتهربوا من... طب يعني هذا الكلام لا شك إنه في عنا أمثلة سيئة للأسف أساءت لنا، وتقريبا ممكن نقول أكدت الفكرة السلبية عن المسلمين موجودين. يعني الناس ما عندها حس إنه أنت لما تكون minority أنت سفير. نعم. تصرفاتك، كلامك، نجاحك، فشلك لا يحسب عليك كفرد، يحسب على مجموعتك كاملة. وهذا لا شك أنه للأسف مش فقط على مثال الجامعة، موجود بشكل أكبر في المجتمع، أنه للأسف يؤذينا يعني ما أحد ينكر هذا الكلام. كويس. يعني الفيديو اللي أنت سويته من أسبوع تقريبا، تصور أسبوع أو أقل، وهو إلى يعني التأسيس أو بالأحرى خلينا نقول يعني معاتبة خفيفة لبعض العرب أو المسلمين الكنديين، إنه أنتوا يعني لازم تعترفوا بوجود العنصرية. تمام. لازم تحطوا حالكم، وعلى فكرة هذا اسمه العنصرية والاعتذار، يمكن أن هذا اللي لفت نظري بالفيديو تبع إذا صحيح. ف يعني بتعتبر انت يا اخي ابو جهاد فراس، بتعتبر انه نسبه يعني النسبه الاغلبيه اغلبيتنا بينكر انه في عنصريه والعنصريه موجوده يعني بالمجتمع الكندي، ولا فقط العنصريه فقط احنا بنعترف بالعنصريه وبنتفاعل معها اذا فقط يعني بتعنينا ان احنا كمسلمين وما بنهتم بمشاكل المجتمع الاخرى اللي هي العنصريه، ان كان السود
يعني Black Lives Matter Movement، لأنه أنا ما شفت كتير عربي Black Lives Matter Movement بالIndigenous، يعني بالRecently وذر من زمان لهلا. يعني هل بتشعر إنه لحنا يعني فقط مهتمين بالعنصرية من الزاوية اللي بتخصنا لحنا فقط، ولا في وعي وإدراك بحجم مشكلة العنصرية بشكل عام؟ سؤال رائع. الله يجزيك الخير. إحنا للأسف نشأة المواطنة، لذلك أنا سميت سلسلة الفيديوهات مواطن كريم. صح. نشأة المواطنة عند العرب نشأت إنه كل واحد حارت كل من إيده إله. حارت كل من إيده، نعم. وكل واحد اللهم نفسي، المهم أنجو بنفسي، نفسي نفسي. ليش؟ لأنه بالمقابل عندك أنت النشأة الاجتماعية اللي هي أصلاً أصيلة في ديننا وفي عروبتنا وفي مروءتنا، مروءة العرب ما هي فردية، هي مروءة العرب هي دائماً نصرة الغير. ومن ناحية دينية برضو أصل ديننا إنما المؤمنون أخوة، ولكن النشأة السياسية للعرب في 100 سنة اللي راحوا هذه لازم ما ننكر، إحنا برضو العرب ضحايا عشان برضو ما نجلد الذات. أوكي. أنا ما أحب جلد الذات. اللي طالع من جو، خصوصاً القادمين الجدد الأجدد، طالع من جو هو أصلاً لا يسمح له إنه يفكر بغير نفسه. وإذا فكرت بغير نفسك معناتك أنت بتحضر للانقلاب من الآخر يعني. فهذه النشأة بتخلي الإنسان دائماً حذر وخايف، مدام الشر برا وبعيد أنا في مأمن، مليش دعوة. إذا وصلني الشر بصير أصيح. ولا وللأسف في ناس حتى لو وصلهم الشر ولكن فنعم صحيح، احنا مش متعودين انه احنا يعني انكار الباطل بالمطلق، انكار العنصرية بالمطلق علي ولا على غيري يجب اقف. ولهذا السبب انا حكيت هذا الموضوع، انه في الاخر موضوع الانديجينس كبير، موضوع الافارقة موضوع عظيم، ملايين يعني يقال 50 مليون، ويعني إخواننا بالإنسانية وعدد منهم كبير ترى كان مسلمين للمعلومة. فإحنا في الآخر إن ما انتبهنا إنه هذه القيم قيم مطلقة، قيمة العدل المطلقة لجميع البشر مش بس فقط للعربي ولا المسلم، قيمة القيم الأخرى إحنا بننادي فيها احترام التقدير كلها قيم مطلقة. فنعم أنا أتفق معك إنه إحنا بنشأتنا السياسية أسميها نشأة المواطنة تبعتنا فيها خلل في موضوع إنه نصرة الآخر أو الاعتراف بحق الآخر، وفيها تركيز على النفس. وهذا الشيء اللي إحنا مهم جداً إلنا، إنه إحنا اللي نلعب دور، كل من له خبرة وكل من له نشاط نلعب دور بالتوعية بإعادة صياغة مفهوم المواطنة للمواطن العربي الكندي أو المسلم الكندي. وهذا سبقنا فيه على فكرة إخواننا الباكستانيين المجتمع المسلم، لأنهم لهم باع أطول أولاً. اثنين، الحرية السياسية في باكستان طبعا تفوقنا بسنين ضوئية. صحيح. فهذا الكلام خلاهم، لأن احنا في عندنا باكستانيين في مناصب مرعبة في الدولة على فكرة، هذا behind the scenes اتمنى اعرفها. فاحنا بدا يعني لازم ان العرب انه احنا نبدا انه نتوعى بهذا الامر ونبدا نفكر كمواطن. احنا المشكلة عندنا في شريحة تفكر للأسف اقولها والله انا يعني أزعل من نفسي لما أقولك، بس تفكر بكل امتنان وكأنه عبد في كندا. يعني في امتنان، خلاص الحمد لله اللي مطعمينا ومشربينا، الحمد لله اللي أعطونا جنسية، الحمد لله، مش هيك يا جماعة. وفي نفس الوقت في ناس تخلت تماما عن كل القيم والمبادئ. إحنا بدنا اتزان في مفهوم المواطنة، إنه أنت صاحب حقوق لا تفرط بحقوقك، بنفس الوقت عليك واجبات، وبنفس الوقت الحقوق هذه مطلقة إلك ولغيرك، بدك تنصر وتأيد غيرك. يعني أنا إذا بتسمح لي بس على موضوع الفردية، إنه ما هي إنه هي ظاهرة سياسية ظهرت في 100 سنة الماضية، بجوز يعني في بعض البلدان العربية هذا الكلام موجود، بس أنا بحس الفردية هي المحور، يعني هي من أهم خصائص العربي اللي بتميزه عن الآخرين، هو نجاحه الشخصي إن كان على مستوى العمل، إن كان على مستوى الدراسة، إن كان على مستوى محيطه الإميديت، يعني surrounding يعني أنا بسميها النجاح الفردي، أتصور أغلبيته ناجح. ولكن
أنا بشوف إنه في فشل جماعي أو مجتمعي. يعني أنا بدي أسس عليه هذا الفكرة، لأنه هذا راح يوصلني لفكرة إنه بالنتيجة الحل هو الحل الجماعي. لأنه مثل ما حكيت أنت، إذا أنا الفرد تصرفاتي أنا بالنتيجة عم تأثر على المجموعة، فشئنا ما بينا بدنا نصير لحنا نتدخل في هالمواضيع الاجتماعية اللي عم تصوروا. أكبر مثال اللي حصل عنكم، اللي حصل في كيباك ب 2 weeks ago، كيف يعني خلينا نقول يعني حالي في نقدر نقول ما رح أقول منعزلة، ولا إنما حصلت بس تجيشت يعني الرامفيكيشن تبعها على كل الناس شئنا أم أبينا. يعني هل يعني إذا نقلت لحنا عملنا الجماعي ما يزال يتسم بال 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 أنا بدي سميه فشل، لأنه هي مع أنه هي كلمة كبيرة، بس يعني ما يزال تسمته الفشل والعمل الفردي تبعنا خلينا نقول يعني لا بأس، ولا هالنظرية بحد ذاتها هي خطأ؟ هل أنا عم بحاول إطرحها؟ أنا بقول سبحان الله، اليوم كانت الخطبة عن أساسيات نجاح العمل الجماعي، وبسبب عدم السماح لنا، وأنا أقولها بكل صراحة، العمل الجماعي في بلادنا يعني من المحرمات، قد يكون يعني في بعض البلدان أكثر من أخرى، ولكن بسبب عدم السماح لنا بالعمل الجماعي الحقيقي بدأ عنا الإنتاج الفردي، وبدأ عنا التميز الفردي، وهذا حقيقة، أي حقيقة. يعني إحنا أنا شهدت عشرات الحالات من العرب اللي يتميزوا تميز رائع فردياً. تميز عن حالات كثيرة. يعني رئيس جامعة رايرسون الآن جزائري، كان عندنا من أعظم البروفيسورز، أنا بتذكرهم الله يمسيه بالخير، دكتور صغير لبناني كان عندنا في الميكانيكال انجينيرينج، كان اشتغل على الكان ارم، يعني كان من فريق اللي اشتغلوا على الكان ارم. كان عندنا بروفيسورز عملوا انجازات رائعه جدا في مجالات كثيره. فاحنا العمل الفردي، لانه سبحان الله يعني احنا يبدو انه العربي لما يعطى الفرصه عنده مقومات فطريه يبدع فيها صراحه، وهذا شيء يشهد له الجميع. العمل الجماعي اللي هو أصبح تابوه محرم علينا، وما عندنا، وأنا أقولها وأقولها بكل قوة، يعني أنا في الأمور هاي شديد لما أتكلم عن الإدارة والعمل الجماعي، وما أعتقد في مجال للمداهنة فيها. فكرنا للعمل الجماعي هو فكر سلطوي، يعني العمل الجماعي تبعنا لازم يكون في رأس آمر والباقي يطيع. صحيح، هذه الفكرة فقط، هذا ما نفهم عن عمل جماعي، مع أنه على فكرة هذا منافي تماماً للإسلام وللشريعة، منافي تماماً. يعني الشورى أصل العمل الجماعي في الإسلام، الشورى إيش معناها؟ حتى الشورى حرفوها أنه أنت كقائد فرضاً، لو أنت في موقع قيادي، إيش يعني الشورى عندك؟ يعني أنت تستشير الناس شورى معلمة، يعني تستأنس برأيهم بعدين لك الحق أن تخالف. هذا كلام باطل تماما. الشورى مثل ما قال العلماء من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم وأهل الدين وجب عزله. هذا الحكم الشرعي المطلوب طبعا. فإحنا في الآخر، هي شو معنى الشورى؟ الشورى معنى أن يؤخذ قرار جماعي. يعني لو إحنا فرضاً شغالين مع بعض في أمر، ما بصير أستفرد أنا برأيي، حتى لو أنا رأس الهرم، حتى لو أنا إدارياً. شو إحنا وين خلطنا؟ خلطنا بين المناصب الإدارية وقدسنا القيادة كأنها لها صفة قداسة، وهذا خطأ. أما الإدارة، رأس الإدارة ما في شيء، أنت في الآخر لك دور، وظيفة مثلك مثل غيرك. ولكن لما يكون الرأي شورى، يعني أنا ما أخذ رأي فردي، أستشير التيم اللي معي وأخذ قرار جماعي. هذا الكلام مسحوب من أدبياتنا ومن عملنا سنين طويلة، فالناس نسيته. يعني بس بدي أكد أو بدي أذكر أنه يعني بما أنه عم نحدث لغة عربية، فكلامه موجه لكل الناطقين باللغة العربية أو عرب خلينا نسميه. في جزء كبير من العرب هن لا غير مسلمين، وفي جزء كبير يعني ما بيلتزموا خلينا نقول بالتعليم الشرعي. بس لحتى نكون واضحين في طرحنا، نحترم طبعا احنا كل الحضور،
لما أنا أتكلم في التأصيل الشرعي للموضوع ليس مرة أخرى إحنا بدنا شوية رحابة صدر، ليس لأني بدي أصبغ صبغة دينية على الموضوع. في كتير ناس حساسة لهالأمر. صح. أنا الآن لو أنا بحكي معك استشهدت في توني روبنز. Yes. هل حدا حيزعل مني؟ لا، لأنه أنا في الآخر أنا بهمني لا دين ولا توني روبنز، وأنا بهمني الحكمة اللاطينية. فأنا لما أجي أتكلم في فرضا ماذا يقول الشرع في هذا الموضوع، هذه حكمة ربانية. وبعدين خصوصا أنه شوه الشرع للأسف، والناس يعني اللي استخدموا، عشان هيك احنا على فكرة هذه مهمة نقطة جدا، الناس بيجي يقول لك هذه السلطة الدينية، هذا اللي أعطانا إياه الدين، اترك الدين على جنب. لا، أنا آسف، لازم نكون احنا منصفين. شوه الدين، في ناس استخدمت الدين للسلطة الفردية، وهذا لا أحد ينكره ولا أنا أنكره، استخدم الدين للسلطة الفردية. والآن أتى الأوان أنه احنا نرجع، أنا باسمي كمسلم أنا مرجعيتي وهداي من ديني، فأنا أجي أقرأ النصوص عندي من العلماء المعتبرين الفهمانين، يجي يحكي لي لا عمي الشورى مش هيك، الشورى إنك قرار جماعي، مش الشورى أنت مقدس والناس تسمع كلامك. إذا هذا المفهوم. أنا وبعدين ليش بهمني هذا الأمر؟ لأنه سواء اللي بخالفك أو المسلم اللي يعتقد إنه هكذا الشورى في الإسلام، ما هي حتأثر على سلوكياته. يعني هو في الآخر راح يفهم إنه العمل في الدنيا كله فردي، ما في شيء اسمه شورى. مثل ما أنا أدير حياتي إذا أنا فردي، كل الدنيا فردية. فالمسلم اللي فاهم الدنيا غلط، أو العربي غير المسلم اللي برضه فاهم الإسلام غلط، أنا لازم أجي أوضح له إنه لا أخي، هذا المفهوم ما إله أساس في الإسلام، هذا مفهوم دكتاتوري فرض علينا وأثر في سلوكياتنا، وهذا ما نراه في كندا. من وين إجت هاي السلوكيات؟ هذا ما تربينا عليه من الدكتاتوريات. فإحنا لازم يعني to address the point. أنا بدي أسأل سؤال شوي يعني حابب أخذ رأيك فيه. هل تعتقد الحرية اللي احنا هلا متمتع فيها كمواطنين كنديين، يعني مثلا بقول لك يعني انا بدي اسس لفكرتين بس خليني اخلص من هالنقطة هاي لانه ساعتها عم تباقني، يعني حتى تعتقد انه الجو الديمقراطي اللي احنا عايشين فيه مع عدم وجود الوعي الكافي والالتزام الكافي بالعمل المجتمعي والعمل الجماعي، يعني مثلا انت مجتمع ديمقراطي، انت من عملك بتعرف انه كندا قائمه على، تصور كندا هي عباره عن خلينا نقول يعني 100,000 كنتون صغير، هي جمعيات مؤسسات واورجانيزيشنز واسوسيشنز وكذا، هي يعني منمنمات صغيره وهي اللي بتشكل البادي تبع كندا وفيها يعني الاحزاب السياسيه الحاكمه. في مجتمع ديمقراطي مثل مجتمع الكندي القائم على التعاون والعمل الجماعي والديبيت والحوار والراي والراي الاخر، إذا قلت لك الطرف الثاني اللي هو المجتمع العربي الكندي يعني بخلفيته الدينية الإسلامية أو حتى غير يعني المسيحية، الوعي المجتمعي أو الوعي خلينا نقول يعني الاجتماعي الديمقراطي أو التجربة الديمقراطية وبسيطة، هل برأيك هذا الجو الديمقراطي اللي احنا عايشين فيه يعني are we up to، يعني شو بدي احكيها بالعربي، يا هل ترى هل نحن يعني انا لازم احكي بالانجليزي معلش انا اسف بتساعدني شوي مشان لا الجمله، برايك are we up to speed as a society لنستفيد من هالجو الديمقراطي ونبني عليه، والا نحن يعني في عندنا نوع من ال في عندنا نوع من ال يعني الجروث لازم نحن بحاجة نشتغل على هالجزء اللي يتطور عنا، وأنا بشوفه يعني ضمن المسجد أو الكنيسة موجودة هالتعاونيات هاي، أما خارج المؤسسة الدينية إن كان مسيحية أو إسلامية أو وماشة أو يعني شو ما يعني حسينية أو الذي هو، يعني يتسم العمل المجتمعي العربي يعني بالتلعثم وبالتعثر يعني. والله يعني are we up there ولا لسه احنا يعني حتى ما نجلد نفسنا على اوتك احنا هنيك بعدنا، ولا بتحس انه احنا we have a lot of work to do on ourselves؟ يا سيدي احنا يمكن انا ما جاوبتك على السؤال الاول لما احنا حكينا في اصل العمل الجماعي كيف مفهومه غلط، بس احنا نسينا نقول انه انا اوافقك انه معظم مؤسساتنا لا تعمل بشكل جماعي، معظم مؤسساتنا يا اما تدار من راس ويستقطب حواليه اهل السمع والطاعه،
او انقلابات ومنقلب على بعض. فاحنا اصلا مؤسسه المؤسسات وان كان فرضا في بعض المؤسسات الدينيه تدار بشكل اذا فيها فرضا اداره دينيه، وهذا مش موجود عندنا في كندا. احنا معنا مؤسسات دينيه لها هرم ديني، هي برضو عباره عن community centers non for profit organizations ولها بورد الى اخره. وبرضو هذه البوردز لا تتسم بالعمل الجماعي الصحيح. يعني انا الان ما رايت، انا خبرتي انا ما رايت عمل جماعي حقيقي من ناحية قرار جماعي، أو فرضا ما عملية قد يكون في مؤسسات فيها قرار جماعي عشان أكون منصف، بس فرضا عملية تداول السلطة، عملية يعني إحنا أمرين رئيسيين في العمل الجماعي، آلية اتخاذ القرار، آلية السكسيشن اللي هي التسليم السلطة. هاي الأمرين هم أساسيات العمل الجماعي. فإحنا فعلا لا، إحنا we're not up there definitely not. إحنا مش جاهزين أصلا، إنه مثل ما حكينا لماذا إلى يومنا هذا إحنا. يعني أنا أحكي لك قصة، في 2001 لما استنفر المجتمع المسلم بسبب الخوف اللي صار حوالينا، أنا رواه القصة هاي أحد الشيوخ المقربين مني الله يجزيه الخير، جاء دعا بول مارتن، دعا عملوا وقتها كان مجموعة من الأئمة طلبوا لقاء بول مارتن واجتمعوا فيه، كان رئيس الوزراء في وقتها، اجتمعوا في بول مارتن يعبروا له عن قلقهم وخوفهم من الوضع. فكان كل واحد عم بتكلم فرادها، ما وصلني من شخص حضر الاجتماع بول مارتن قالهم listen guys، اعطوني شخص يتكلم باسمكم بعطيكم اللي بدكم اياه. يعني شوف لو وين، يعني احنا ككوميونتي، وفي وقتها احنا الكوميونتي المسلمة في حوالين 95-96 كنا فقط 250,000 كندا وايد. Yeah. احنا في 2001 كنا اقل من 500,000. صحيح. فكان عدد صغير جدا في وقتها. فهذا العدد الصغير امام رئيس الوزراء، ما استطعنا انه نشكل لجنه تمثل اللي هو 400,000 ولا ما استطعنا. وطبعا الان وضع اسوء، ما هو احسن. Yeah. لانه ما كل ما كان ما فتح المجال خصوصا للشباب انهم يشتغلوا، اصبحنا نفرخ مؤسسات تفريخ. يعني احنا هلا ناخذ ما شاء الله الاعلام الموجود على السوشيال ميديا، بدل ما يكون عندنا اوتلت قوي صار عندنا عشرات. وهذا على فكره مش حسنة، انا برايي هذا مش حسنة، لانه احنا هذه الريسورسز لو اشتغلت مع بعض، بدل ما هو عمل فردي يحاول يبدع، صار عندك مؤسسه تبدع. فهذا الكلام ما زال على فكره It's hurting us. ما زال يعمل ضدنا وضد مصلحتنا هذا التشرذم إلى يومنا هذا. إحنا بعدين على فكرة الحكومة أو الأوفيشلز هذولا مش أغبياء، they're smart. طبعاً. They know إنك أنت مش منظم، وأنا لاحظت في أكثر من أعمال السياسية والرسمية بتلاقي بحكي معك بعدين بحكي مع غيرك عشان يأخذ حاجة، مثل كيف الأطفال بيلعبوا مع أمهم أبوهم. صح. عارفيننا منقسمين. فdefinitely we're not there. لسه قدامنا وقت طويل، وجزء من الإصلاح للي فرضا مرجعيته فرضا دينية مسلم، هذا لازم أنا أجي أصلح له مفهومه، لأن أنت من دينك ما بحكي لك تكون فردي. وكذلك اللي عنده مرجعيات أخرى بده يعود لأصل المرجعية وأصل الفهم وأصل الجايدنس ويصلح المفهوم من جذو. طيب يعني أستاذ فراس شكرا أنه وصلني للنقطة اللي أنا بدي إياها، واللي انا اوحى بدي اسس لها بدايه وانطلق منها، انه نحن يعني نحن وصلنا لنقطه انه نحن مجتمع كندي عربي لحد هاللحظه هاي ما بنقدر نقول عن حالنا انه عنا اليات سليمه تنظيميا. نحن فراده، يعني اتفق، اتصور نحن متفقين على هالفكره هاي. نعم نعم. طيب. هلا امامنا خطر، خلينا نسميه الناس كلها مستشعرته، واضح انه نحن بنواجه يعني مرحله انا بتصور فيها نوع يعني فعلا هي تاريخيه او سابقه تاريخيه، يعني هل التصاعد، خلينا نقول الكراهيه بشكل عام يعني بنورث امريكا وبالغرب تجاه الاخر، ويتجلى هذا الكره يعني صار ياخذ وجه متعارف عليه، هو الوجه خلينا نقول يعني الإسلامي، وليس فقط هو العنصرية، ما فقط ضد المسلمين، العنصرية ضد أي شيء مختلف يعني، وفي له أسبابه وأنت ما شاء الله عليك خبير فيها، ولكن صار في نوع من
يعني نوع من قبول للفكرة إنه في موجة يعني بتزيد موجهة ضد الإسلام بشكل المسلمين في كندا بشكل يعني غير ظاهر، بس صحيح. يتجلى أكثر في المحجبات ويتجلى أكثر السود المحجبات، وكأنه صفت يعني هو إذا بتقولوا صار هذا تريجر بوينت. ف لانه نحن مواجهين في على قولتك بول مارتن بال 2007، لانه كان في المسلمين حاسين في الخطر فاجوا للحكومه وحاولوا يطرحوا الموضوع، وللاسف يعني ومن كلامك فهمنا انه كان الجهد يعني مبعثر لانه ما في برنامج سياسي يجمع الناس هاي. وانا اتصور في خطر حقيقي هلا موجود على الارض، وهذا ما بدنا ننكره، ولكن بنفس الوقت التعامل تبعنا معه ما يزال يعني ما عندنا اليه للتعامل معه، وهذا نفسه راح يوصلنا للفكرة الأساسية اللي نحكي فيها إنه العنصرية بشكل عام وليس فقط ضد المسلمين. فأنت هل تعتقد إنه يمكن إنه نساوي شيء رغم إنه كلاتنا يعني مبعثرين هالبعثرة هاي؟ وإذا yes يعني what is the road map to this؟ شو هو الطريقة لحتى نتقدم ولو خطوة بسيطة يعني؟ والله يعني أنا رجل لا أفقد الأمل، مع أني رجل يعني برضو بحب أكون خصوصا في الأمور الإدارية مرة أخرى ما بحب أجمل الموضوع، بس لا أفقد الأمل. أنا يعني أذكر محاولات عدة قبل 2017، أذكر كان في محاولة على السوشيال على الفيسبوك لجمع العرب. العرب الآن وصلنا فوق المليون، ما بين 2017 و2015 و2018 تقريبا عدد الجروث في المجتمع العربي كان 98.9% دبل يعني. في 10 سنوات؟ في 5 سنوات. 5 سنوات. اقل من 5 سنوات، في 4 أو 3 سنوات، اللي هي موجة 2000 هجرة 2015. وي دبلد احنا البوبوليشن العربي في اقل من 3 سنوات. ف كان في محاولة على الإنترنت من الناشطين على الفيسبوك إنه يعملوا مجلس وجمعوا الناس ويعملوا نوع من المجلس المشترك، ولكن للأسف فشلت، وأسبابها واضحة مرة أخرى لأنه إحنا نفسياً مش جاهزين للعمل الجماعي. اثنين، هذه تجربة نستفيد منها إنه العمل على الفضاء الافتراضي من غير وجود على الأرض يعني هلامي. يعني إذا بدنا إحنا نستثمر، لما بدك تسألني هل ممكن إنه إحنا نوصل لتنسيقية على الأقل؟ يعني إحنا زمان كنا نقول إحنا بدنا رأس يمثلنا، مؤسسة. طبعا مؤسسة واحدة تمثل هذا العدد صعب، وخصوصا جغرافيا بعاد وإلى آخره، interest قد يكون فيه اختلافات فرضا عقائدية، اختلافات فكرية إلى آخره. إحنا الآن حاولنا صراحة في الاي سي فوت، وأنا مش عارف إذا سمعت عن العرب كنيدن فوت عندنا في جي تي اي. حاولنا بعد انتخابات 2019 جلسنا مع يعني أقطاب في المجتمع العربي، منهم وجهة تحية دكتور عاطف كبرسي، انه عملنا وثيقة التعاون العربي. نعم. ما رأت النور لسه بسبب الكوفيد، تعطل العمل. اللي حكيناه في الاخر احنا مستحيل ننزل تحت مظلة واحدة كجسد واحد، نؤمن صحيح. طيب ايش نعمل؟ واحنا نيجي نعمل على الفضاء الافتراضي جمعية وبورد وإلى آخره، هذا حكي يعني غير فعال، لأنه ما في وجود على الأرض. لازم يكون لك وجود على الأرض، لازم أنت شغال مع الناس على الأرض حتى تعرف تأثر. نعم. طب أنا شو أعمل الآن؟ ما نراه والله أعلم، وإحنا كنا بدأنا فيه أنه نيجي لمجموعة المؤسسات في منطقة معينة ونيجي نقول يا جماعة الخير إحنا ما الذي يجمعنا؟ تحديات. صحيح. تعال نمسك التحديات ونترك الاختلافات على جنب، لأنه لن نتفق عليها. لا أحاول أقنعك ولا تحاول تقنعني، حنضيع وقت بعض وعلى المؤاخذة في الآخر لا حد دخلك في ديني ولا حد دخلني في دينك، خلي كل واحد على دينه الله يعينه. تعال نتكلم صحيح. إحنا كلام عقلاني،
تعالوا نتكلم بالتحديات. احنا رأينا من التحديات في مواجهة الحزب المحافظ على المستوى الفيدرالي من ايام هاربر وحتى الان بوشير والان الاخ الجديد هذا يعني ماشي على الدرب. لقينا تحديات انه احنا في الاخر انا وجودي مهدد، اولادي مهددين، نعم، ديني مهدد سواء مسلم ولا مسيحي، ما حدا يرضى الفحش والفجور اللي موجود يعني اصحاب الاديان السماويه. احنا اهل عفه، فاحنا كاهل دين اهل عفه ما نرضى الفجور هذا. فهاي امور تجمعنا، بدي احافظ على اولادي من الفجور، بدي احافظ على نفسي من السجن ولا انا اتهم بالارهاب ولا. فهاي نيجي وضعنا اليه، وضعنا وثيقه جميله جدا صراحه واشتغل عليها يعني مفكرين. يعني نوجه له تحيه للاستاذ مهنا الحبيل، ونوجه له تحيه للدكتور عاطف قبرصي راجعها واشتغلنا عليها مجموعه. انه في الاخر احنا اذا اتفقنا انه هذه التحديات على الاقل هل لنا من العقل والحكمه انه نعمل مع بعض لدفع الخطر عنا؟ هل هذا المفروض يجمعنا ولا لا؟ هو هذا السؤال. حتى تواصلنا مع مجموعه من المساجد والكنائس العرب الى اخره انه احنا تعالوا يا جماعه نحط ايدينا بين بعض لهذا الموضوع. طبعا مره اخرى الموضوع تعطل بسبب الكوفيد، فاجأنا جميعا وعطل العام الكامل. ولكن انا ارجو انه فعلا العرب، لكن نتكلم على المجتمع العربي، احنا ما يجمعنا من تحديات. وانا طول عمري كان عملي مع المجتمع الاسلامي، انا يعني اقولها بكل وضوح، لانه كان عدد المجتمع العربي مقارنه بالمجتمع الاسلامي كان اصغر. فالعمق المجتمع الاسلامي كان هذا بيعطيك قوه انت لا تستغني عنها. الان صار المجتمع العربي بعدده يوازي اقل بقليل، يعني احنا فوق المليون المسلمين كمجتمع مسلم، مليون ونص واكثر، بس صار في عندك وزن، وصار في عندك كثير من العرب فرضا زي ما تفضلت يمكن يعني حتى لو مسلم بس ما بحب يشتغل تحت الغطاء الاسلامي، وما في مشكله يعني مش حنزعل من بعض. احنا الان لازم نكون منطقيين في فكرنا، لانه احنا في الاخر هذا انا بالنسبه لي هذا حلف فضول. يعني انا ما اجي اتحالف مع الناس اللي في بيني وبينهم روابط مشتركه حتى ندفع الخطر عن انفسنا، انه دائما التحالف كان الناس تفهم انه ايش، انه راح نصبغ بعض بصبغه بعض، وهذا كلام غير سليم، هذا كلام مش منطقي. مش شرط اجلس انا وياك، انت على سبيل المثال يساري وانا محافظ، جلوسنا مع بعض مش معناته انت حتاثر او ناثر عليه، ولكن احنا بيكون من المنطق والعقل نقول تعالوا نجلس لدفع التحديات. انا اعتبر هذا حل فضول، واعتبر هذا الطريقه الوحيده، انا اقول لك اياها الوحيده اللي ممكن نجلس على اساس يكون في عقلاء يشتغلوا مع بعض لدفع الخطر للقضايا الرئيسيه اللي تواجه المجتمع العربي. ما شاء الله عليك أستاذ فراس. يعني أنا بجوز عندي وجهة نظر شوي بدي بوسعها أكثر، لأنه أنت عم طرح الديني، طرح الإسلامي يعني هو طرح ما في شك، يعني نحن كمجتمع شرقي عربي مسلم بشكل بأغلبيته يعني عندنا تاريخ على مدى 1350 سنة نشأنا في جو عالمين، يعني نحن مجتمعين، المجتمع الغربي والمجتمعنا الإسلامي. بس بهالمئة سنة الماضية وقت بلش النزوح أو الهجرة، هجرة بعض الأبناء الجالية الشرقية المسلمة أو العربية لنورث أمريكا، أنا بحس أنه لحد الآن ما عنا يعني ما عنا التصور واضح عن كيفية تعاملنا مع نفسنا كأفراد ومع المجتمع اللي عايشين فيه. وأنا كله بدي أوصل للعنصرية بالنتيجة، يعني أنا بحس الناس الموجودة هوني ما هي عارفة إنه مثلاً تعتمد ب ب ب ب ب بحكية مو بحكية، تعتمد بأسلوب معيشتها على 1350 سنة وتبعاتها وثقافتها ومفاهيمها ومبادئها، ولا تعتمد على مبدأ جديد إنه هو الانسلاخ عن الماضي تماماً وبداية يعني وبداية حياة خلينا نقول يعني منغمسة أو يعني مسحوقة الهوية.
أم هو، وهذا أنا من حبذ يعني الخط الثالث، إنه البحث عن صيغ جديدة ما هي هي ما لها علاقة بال 1350 سنة الماضية لأنه الظروف مختلفة، ولا تعني الانسلاخ لأنه نحن ننتمي لحضارة كبيرة وعظيمة وإن كان دينيا وثقافيا وتاريخيا وهالأمور هاي، بس بنفس الوقت بحس إنه بعدنا الهوية تبعنا ضايعة ما بين هالتيارين، التيار الجارف نحو الماضي وكيف لازم نحن نكون وكيف نتعامل حتى مع الغرب هل احنا عايشين فيه. وهذا احد تصرفاتنا، ممكن نتهم الغرب انه مجتمع يعني مرحب، بدي اتهمه بالشغلات اللي احنا بنحكيها يعني بتقولوا باك هوم، بس اقل شيء من نظرة ال 1350 سنة نحن وهم والصراعات السياسية والدينية اللي حدثت على مر العصور. فانا يعني هل تتفق معي لابد من صياغة شيء جديد؟ لأنه نحن في مرحلة أنا أتصور ما لها مثيل تاريخيا إلا بجوز بالأندلس شوي واختفت. جميل جميل، إن شاء الله أنك محضر أسئلة كويس. نقطة جميلة جدا تنم أكيد عن دراية وعن خبرة في الواقع، يعني أحييك عليها. أفضل. طيب أول شيء بدنا نعرف إنه إحنا مبادئ قوانين الهجرة في كندا مبنية على الاسيميليشن. أوكي. تمام، اللي هي الصهر. اندماج. نعم. صهر. صهر. اسيميليشن يعني تنسى ماضيك. هذه في كتاب مهم جدا يقارن ما بين مبادئ الهجرة في كندا وفي هولندا. الباحث عملها على الدولتين هذول، فأصل مبادئ الهجرة هون الاسيميليشن، أصل الفكر الكندي اللي هو طبعا هذا كان جلي واضح جدا في موضوع الريزيدنشال سكول. الأصل إنه بدنا الكل يفكر بنفس الطريقة والكل يصير one culture، وبدنا إحنا الجيل الجديد يطلع طبعة واحدة والباقي كله يموت ينتهي يروح. أنا اللي بدي أحكي يعني لجمهورك الكريم، من ينسلخ عن جذوره يعيش مشوه ولن يهنأ بحياة أو تطور. بكل أمانة أنا هذا رأيي. الحمد لله رب العالمين إن الفكر العام في كندا تغير من الأسيميليشن للموزايك. هذه نعمة كبيرة إحنا عندنا في كندا. كان أمريكا حافظت على الأسيميليشن أكثر. كندا بدأنا نتغير للديفيرسيتي وتو سيلبريت ديفيرسيتي الى اخره. هاويفر صحيح المعلن ديفيرسيتي، بس مين الموجه الاقوى؟ نعم البوب كلتشر. صحيح. فانت فعليا لو if you want to remain diverse، وقوه كندا بالديفيرسيتي والمالتي كلتشرالزم، انا لازم احافظ على جذوري هويتي حتى أبقي هذه البلد ثرية وغنية بجمالها التنوعي، اللي بدا كثير من المفكرين والعلماء يدعو للحفاظ على هذا التنوع، مش عاوزين احنا اسيميليشن. بس التيار الجارف تيار اسيميليشن، لانه هذا التيار الطبيعي هو الاقوى. فانا اقول من ينسلخ عن جذوره يعيش مشوه. انا ما بصير اتخلى عن جذوري، لانه في الاخر اذا خسرت جذوري لا استطيع اني اكون مثل الاخر. شوف جمالك أن تكون متميز، بس هذا التميز هذه هون بدي أرجع على الشق الثاني الموضوع. إذا إحنا نبقي على الديفيرسيتي، أبقي على هويتي، أحافظ على هويتي، لأنه غيرك، لأنه السيستم بيحترمك وبيحترم هويتك. مدام السيستم، هلا بغض النظر إنه في تطبيقات وفي عنصرية، هذه حالات موجودة، بس السيستم نفسه مش عنصري. أنا هذه أقولها من كل قلبي، السيستم نفسه التطبيق عنصري، أقولها بأمانة. السيستم نفسه بيعطيك المجال to be diverse، بيعطيك المجال انك انت تحافظ على هويتك وعلى جذورك، وبدعمك وبدفع لك كمان funding to do so. احنا كنا عارفين هذا الكلام. اذا السيستم ليس عنصري، التطبيق عنصري. على الناحية الاخرى، مش معناته انه في اخر معناته اعادي واكره واقعد في جروز، هذا كمان فهم اخر. بس انت شايف الامور، بس احنا ماشيين في هذا الاتجاه طبيعيا. احنا طبيعيا نعزل نفسنا عن الاخر خوفا من ضياع الهويه.
الطريقة السهلة للمهاجرين الأوائل من المجتمع العربي والمسلم كان يعتقد بنفسه إن إذا أنا حطيت نفسي في بابل أنا ححافظ على نفسي. هذا غلط، لأنه هذا برضو خلى الناس اللي حواليك تشوف إنه أنت مريب، ليش متخبي عني؟ صح، وهذا خطأ. ولكن هم ما كان عندهم من الوعي الكافي إنهم ينخرطوا في المجتمع. ومهم جدا نذكر قصة مسجد الرشيد عندكم في ألبرتا. طب هذول الجماعة انخرطوا وحافظوا على دينهم من 1830 ولا مش عارف 1890 إلى يومنا هذا، وخرجوا جيل بسم الله ما شاء الله معتز بدينه. هذول ما انعزلوا. 1938 وقت انبنى. 1938 انا عارف في 9 و8 في الموضوع. 1938 بس الهجرات الاولى كانت بدات من الليت 1879. تمام، في الليت 1800 بدات الهجرات. 38 كان الرشيد، وانا زرت الرشيد السنه الماضيه. نعم. يعني شيء مفخر والله، انا جيل ثاني وثالث بسم الله ما شاء الله معتز بهويته وكنديان، ولكن منخرط وليس منعزل. طبعا ليس منعزل 100%، ليس منعزل. فاحنا اللي بنقوله احنا الموضوع مش، وهذه خطأ يقع فيه كثير من الناس، الموضوع مش انا لازم اقطع جذوري عشان انخرط. هذا فكر خطأ. الفكر الصحيح احافظ على جذوري وما اكره الاخر، افهم ان الاخر مش عدو. وهذا الكلام في التركيبة اللي احنا فيه، انت ذكرت على العداء القديم ما بين الشرق والغرب بال 1300 سنة. انا بحب اذكرك واذكر المشاهدين واذكر نفسي، الله سبحانه وتعالى قالنا في الآية اللي احنا ما كانوا يدرسونا اياها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اذا ربك بقول لك انت عايش مع ناس من غير دينك، هذول العالم لا أذاك في دينك ولا طردك من بيتك، بينك وبينه أنت عقد اجتماعي، ربنا ما بينهاك أنك تبر وتقصد إليه. طب المسلم، هل اللي كان عايش في حالة 1300 سنة كان الوضع مختلف؟ كان قتال وطرد وحرب وتقطيع روح. طبعا هذه حالة عدائية. يا مسلم أنت الآن لست بحالة عدائية مع وسطك الكندي، أنت كندي، أنت عندك عقد أمان واجتماعي إذا أنت لازم يصير في بر بينك وبينهم. بالعكس، إذا أنت تعتقد أنه عندك شيء جميل تقدمه للناس، مش لازم تختلط مع الناس عشان يشوفوا أخلاقك، عشان يشوفوا في شيء تقدمه. Are you an added value؟ أنا كان عندي برنامج اسمه Be an added value. Are you an added value to the community؟ عندك شيء تقدمه لهاي الكوميونتي؟ إذا عندك صحيح. طبعا اذا عندك شيء تقدمه لها كميتي لازم تتعامل مع الناس، لازم تختلط مع الناس. فاذا الموضوع بكل اختصار، الجواب اللي عندي: لا تقطع جذورك، لانك اذا قطعت جذورك قطعت مستقبلك، انت انتهيت. حافظ على جذورك ولكن بكل كونفيدنس وكل ثقه، اختلط مع الناس وشارك في بناء هذا المجتمع حتى الناس تحترمك وتعرفك. طيب يا ابو جهاد، انت قلت لي انت خطيب، فانت حدث معي هلا كخطيب، بس انا بدي احكي مع ابو جهاد ابو 3 اولاد وزوج على ارض الواقع. بارض الواقع هلا بس نسكر ونروح، يعني نحن عم نتعامل بهالروح هاي ولا بعدنا عم، يعني شيء بداخلنا عم نتعامل انه نحن مختلفين عن اللي حوالينا؟ يعني لانه بدي وصلك لنقطه الاسلاموفوبيا او العنصريه، هل اللي نحن يعني صرنا نتلذذ فيها ونتحجج فيها، بس منين جاي؟ عمليا ما يجب ان يكون على عيني وراسي، بس عمليا انا عم بسألك انت كشخص وانا كشخص. ما شوف، انا خطيب وانت خطير. أنا أول مرة هاي المشاهدين يشوفوا بتحاور أنا وياك، أنت خطير مش هين ما شاء الله عنك. الله يخليك، شكرا جزيلا. شوف أنا تطبيق واقعي، كانوا يجونا على المركز يقولوا أعطونا أولادكم لحوار الأديان، للديالوج. أنا أرفض الأولاد to get involved in حوار الأديان. ليش؟ أنا أولادي، هذه خطأ يقع فيه الكثير،
اوكي مش هلا ابو جهاد حكى انه ربنا قال طب روحوا يلا اطلعوا. لا، التطبيق لا يكون هكذا. التطبيق احنا شو حكيت اول؟ حافظ على جذورك اول ثم انخرط. اذا في سن معين، في محصول معين من الثقافة والفهم، أعطي لابني يصير عنده ثبات وفهم لجذوره، وأفهمه أنه جذورك يا ابني ما بتمنعك اطلع الآن وانخرط في المجتمع وتعامل مع الكل، وابني إيدك بإيده. أنا إلي أصدقاء أوروبيين غير مسلمين سنين طويلة محافظين على علاقتنا وصداقتنا مع بعض. ليش؟ وبالعكس لما كنت أروح على المكتب، أنا كنت أشتغل في جويلف، مدينة صغيرة بعيدة عن تورونتو، كنت أروح وكنا بكيوبيكلز شغالين، كنت أدخل على مكتب المدير ولبدأ أصلي، سكر الباب أطلع الكل ناس تحترم. أنا أحكي لك قصة، في كان في عملوا عشاء دينر للريتايرمنت تبع المدير العام تبع الشركة، وأنا كان صالي شغال بالشركة حوالي سنتين أو ثلاثة، فالناس تعرفني وتعرفني أني مهتم بديني ومحترمين جداً معي، وthey facilitate، لأنه أنا في الآخر ليش كيف كسبت احترام الناس؟ لأني كنت منتج في الشركة، لأني كنت added value في الشركة. added value yes yes أيوة، فالناس تحترمك، تحترم تمسك في دينك. تخيل أنه في حفل العشاء في الريتايرمنت تبع الجنرال مانجر وصلت، كان نائب المدير جالس، قال لي تعال اجلس جنبي، قال لي احنا we already ordered، قال لي here's the menu، وشوف شو حكى لي، قال لي here's the menu look there's no pork in it just for you. واو. وانا الوحيد ما بين 60 موظف مسلم. شوف الاحترام. اذا شو بنحكي احنا هون؟ امرين انا بوصي عليهم، انا اربي اولادي انه يفهم جذوره ويفتخر بجذوره، يكون فاهم وقوي بدينه، وأربي أولادي إنه هذا الآخر ليس عدو، بالعكس هذا صديق، هذا شريك في الوطن. فأنا لما أنا على التطبيق تسألني هكذا أربي أولادي، فمثل ما أنا تصرفت لما أنا جيت تين إيجر، أنا هكذا تصرفت في حياتي العملية، متمسك في ديني ولكن لي أصدقاء ولي تعاملات وأدد value to the community، خلى الكوميونتي السوسايتي تحترمني وغيروا. حتى هم انا ما سالتهم، انا ما حكيت لهم بليز دون ما تجيبوا بورك ابدا، لوحده هو حكى لي فور يو احنا ما حطينا بورك على المنيو عشان تاخذ راحتك. هذا ما نبحث عنه اخي سام، هذا صحيح. ما نبحث عنه، هذه حقيقه الامر. اللي في ناس بتقول لك الكلام والخطاب والشعارات حلوه، بس وينكم على ارض الواقع؟ هذا ارض الواقع اللي احنا ممكن نعمله. صحيح. يعني هو فراس بجوز عندك اكثر من عندي بسمع هذا الكلام، يعني انت عشت 25 سنة وما يزيد في هذا المجتمع، وأنا بضيف على نفس يعني بنفس التجربة، يعني أنا بقدر أقول عن تجربتي الشخصية أنا ما لقيت إلا الود، ما لقيت إلا الاحترام، ما لقيت إلا المساعدة، ما لقيت غير اليد خليني أقول يعني الإنسانية ضمن هذا المجتمع اللي أنا عشت فيه. ولكن بطريقة ما حديثا تتعاول اصوات انه هذا مجتمع عنصري، وانه هذول اسلاموفوبيك، وانه هذول بيكرهونا لان احنا مسلمين. وانا عم بحاول يعني اطلع حوالي، طب اقول منين يعني ليش هيك احنا عم نفكر هيك يعني. فانت يعني ما راح اقول لك يعني مشاها يعني فعلا وكانه مطيه للخروج من مأزق المواجهه والمواجهه يعني مواجهه تحديات الحياه، انه الشعور انه هذا مجتمع يعني رافض لي، مجتمع هذا عنصري. وبصراحة يعني هو هذا المحور الحديث اللي أنا حابب يعني أطلع عن النتيجة فيه. نحن عشنا تجربة، أنا ما بقدر بنكره أبداً، أنا كيف بدي أقول عن هذا مجتمع عنصري مع أنه مو معناته أنه ما في عنصرية، كيف بدي أقول أنه هذا مجتمع عنصري وأنا كل شيء حوالي يعني عكس هذا الشيء. فيا هل ترى أماي مثل يقولوا يعني وايت واش ولا دو هاف ا جود هوم؟ شوف سيدي، بال 2019 كنت في يعني اجتمعت وجها لوجه مع كريستي فريلاند. اوكي فريلاند كانت وزيرة الخارجية. كانت وزيرة الخارجية في وقتها. ف بتكلم انا وياها، كان في 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 بوليتيكال كامبين للام بي عندنا بالاريا. تعرف شو حكت؟ حكت انا فخورة جدا بالدايفرسيتي بكندا.
فخورة جدا انه بالشغل اللي انتم تعملوه your involvement. لانه when I became وزيرة خارجية ومريت على رحت لفيت على كل دول الغرب انا I'm scared لانه العنصرية اللي تتنامى وتنمو في دول اوروبا والغرب غير مسبوقة. ركز معي في الكلام. وهي وزيرة خارجية هذا بحكيش على إمام مسجد في تورونتو، أنا بتكلم على وزيرة خارجية كندا، كلام إلي مباشرة مش سماعي إلي مباشرة. تنامي العنصرية غير مسبوقة في العالم، تمام؟ ومن يوم ما استلم فترة ترامب بالتحديد يعني. صحيح صحيح صحيح. بالتحديد. فأنا حضرتك لأنك عشت فترة زي ما تفضلت ما قبل 9/11، أنا عشت فترة ما قبل 9/11. أنا اشتغلت مع ناس محترمين وأنت اشتغلت مع ناس محترمين، تعاملنا معهم احترمناهم احترمونا، وقبل هذا الكلام احترمنا أنفسنا فاحترمونا. صار في عنا رابط آخر مع صورة أخرى لكندا. صحيح. فهذا حقيقة. ولكن عالميا ما أحد ينكر أنه في نمو وتنامي فظيع للتطرف. احنا الان ال 3%ers، انا لما قرات الخبر تبعهم بال 2016 انا والله صعقت. انا شخصيا انصدمت لما في المقابله اللي عملت معاهم بال 2016 قالوا we are ready to wipe out المسلمين من كندا، جاهزين نخلص عليكم ونقتلكم. هذا وين هذا الكلام؟ هذا عمرنا ما سمعناه. فهذا كلام حقيقي موجود على الارض. الوايت سوبريمسيست اللي هم تعرف على فكره الوايت سوبريمسيست طول عمرهم على فكره شغلهم مع مين؟ هم بيأذوا مين طول عمرهم؟ موجودين ومش جداد بس بيأذوا الانديجينس. الشباب والاطفال الانديجينس بالنورث تيريتوريز وبنورثن البرتو المناطق هاي الوايت سوبريمسيست دابحينهم قتل واغتصاب واختطاف وشيء يعني شيء بتحكي قدام الناس يمكن ما يصدقوا بس هذه حقيقة موجودة. فبسبب العنصرية العالمية اللي لا ينكرها إلا اللي عمره ما فتح التلفاز ولا عمره سمع شيء حقيقي، هذا عم بيعكس علينا في كندا. واللي صار في أمريكا، أنت بتعرف إنه لما ترامب استلى كثير من الناس قررت تترك شمال أمريكا لأنهم مش عارفين وين هياخدنا بالعنصرية اللي هو فيه. صحيح. ونفس الشيء أخي الكريم أنا بدي أذكره، لما استلم هاربر شو عمل في كندا؟ هاربر زاد العنصرية في كندا. صحيح زادت العنصرية طبعا. طيب فإحنا حتى حاول يعني أسسها ويعتبرها يعتبر يعني يعتمد أساليب خاصة وقوانين خاصة فقط وعمل لمواجهة التطرف على أولتو يعني على أولتو. بس إحنا يكفينا الهوت لاين. يا لما كريس ألكساندر يعلن الهوت لاين إذا أنت شايف مسلم مش عاجبك اتصل وبلغ عليه. اتصل وخبرنا عنه ياس. طيب إذا أنا لما أضع بين إيديك. ولكن فراس هو هذا من أحد الأسباب اللي خسر هاربر لأنه تبنى. بعد كم سنة من الدامج. كويس بس وقت إجا بالنتيجة هو التغيير بيصير عن طريق التصويت. بس ماشي. بعد كم سنة من الدامج بعد كم سنة. Almost 9 years. رب جيل. رب 2005 تقريبا 10 سنين تقريبا 10 سنين رب جيل عنصري. احنا لازم نكون برضو واعيين للي بيصير حوالينا. الحكومه العنصريه تبعت هاربر بالوساخه اللي اجت فيها من العنصريه هي رب جيل عنصري يا اخي سام. هذا الجيل العنصري كبرت مع العنصريه وتفاعل مع العنصريه العالميه وتفاعل مع عنصريه ترامب وتفاعل مع الكي كي كي وصلنا للي احنا فيه. حتى ما أجي ألوم أنا إنه العرب لا، أنا في عندي عنصرية حقيقية عالمية غذت هذا الشيء وضاعت الأمور من السيطرة. عفوا يعني ما بتصور من العدل نقول إنه حكومة هاربر كانت حكومة عنصرية وإنما توجهات هاربر الشخصية واهتماماته وانتماءاته فيها من العنصرية ما يكفي إنه تكون إنه أنت يعني تتحسس من الخطر تبعه وحاول بالقانون يفرض بعض التعديلات على القانون كندا إلى وجه عنصري ولكن بالانتخابات خسر الانتخابات وبالتالي مشروعه كله أنا بتصور فشل. ولكن هو تفضل أنا هون اسمح لي أختلف معك.
رأس الحزب ورأس الحكومة يا سيدي وحضرتك عارف هذا الكلام. نعم. احنا عندنا حكومة تصل بالديم عن طريق الديمقراطية الى الدكتاتورية. رئيس الحكومة دكتاتوري. دكتاتوري. طبعا طبعا دكتاتوري داخل حزبه ويب فوت. رئيس الحكومة يا سيد سام. شوف انا جالس مع وزراء في مشكلة كاتلين وين. أوكي. انا يعني مش هعدلك كم وزير جلست معه في حكومة اونتاريو على يان كاتلين وين احاول اقنعهم ان كاتلين وين راح تخرب بيتكم. ويحكوا لي عارفين we can't do anything. واحد منهم كان دراعها الايمن وزير الاقتصاد تشارلز سوسا. نعم. جالس معه وجه لوجه قبل الانتخابات باسبوع. قلت له مستر سوسا يا اخي حتدمركم. قال لي I know we can't do anything. هذا الكلام لازم نفهمه احنا. رئيس الحكومة في كندا سواء على مستوى الفيدرالي ولا على مستوى البروفنشال دكتاتوري له سلطة مطلقة الا ان يقلبوا عليه مثل ما قلبوا على باتريك براون. لما كل القاعدة تقلب عليه بالطيرة. ولكن اذا والله الجماعة مستحسنين دكتاتوريته ما حد بيقدر يكلمه. فأنا هذا الموضوع أنا بحكي لك عن خبرة شخصية يعني. فلما أجي أحكي أنا إنه هاربر دكتاتوري وحكومته دكتاتورية لأن الحكومة ما تستطيع أن تخرج عن طوعه أصلاً. فهاربر وطبعاً إثباتات دكتاتوريته وعنصريته فوق من أن نحصيها بهذا البرنامج. فلما هذا الرجل يطلع على التلفزيون ويقول the biggest threat to Canada is Islamism ولما يضل يضرب فينا يضرب فينا ولما يطلعوا قوانين غبية مثل شكله يضلوا يؤذينا فيها. طب شو بتتوقع أنت العالم بتتفاعل معه؟ فهذا أكيد يا رجل. حتى الـ RCMP وأنا حكيتها هذيك اليوم أنا كنت جالس مع Chief of RCMP بـ 2014 نتكلم على الـ De-Radicalization of Muslim Youth كان في كورس أعطونا إياه. فأنا بحكي له مستر Chief المسؤول الأول عن إذا افترضنا إنه في راديكاليزيشن في المسلم يوث في تطرف في المسلم يوث قلت له أنا بالنسبة لي المسؤول الأول هو ستيفن هاربر بسبب عدائه وعنصريته ضد المسلمين هو اللي بيخلق عنصرية. تعرف شو رد علي؟ لأن صارت الـ RCMP صار جهاز وحكتها هدى مقبل في مقابلتها. شو حكت هدى مقبل؟ حكت من 2002 ل 2004 توجه المخابرات والآر سي بي صار ضد الشباب المسلمين. صح تمام؟ صح. شو رد علي؟ قال لي my job is to follow orders and your job is to change governments. كلام لا غبار عليه 100%. وفعلا we changed governments. however by the time we changed governments هاربر تعرف شو كان عامل؟ وانا بحكي لك من اخبار خاصة من MPs اصدقائي. شو بيعمل الجوفرمنت لما تيجي؟ بتغير كل رؤوس الأجهزة الأمنية. نعم. بتغير القضاء. صحيح. المفروض أنهم هدول نون بارتيزن. المفروض الأجهزة الأمنية والقضاء مش دخل بالأحزاب. ولكن بروح بدخلوا جماعتهم جوا. فبصبغ صبغته على الأجهزة الأمنية وعلى القضاء. شوف هذه حركة مهمة نعرفها. صحيح بلد فيه عدل وفيها بس برضو فيه لف ودوران. فأنا لما أضع جماعتي بنفس فكري داخل أجهزة الأمن وأجهزة القضاء شو راح أنتج أنا؟ راح أنتج البصائف اللي طبعاً راح تفرخ يعني 100% ولكن نفسه هذا النظام اللي عطى هاربر السلطة لعشر سنوات هو نفسه اللي قال له enough is enough حط على جنب وجاب واحد يعني مثل from extreme right لا ما راح أقول لك extreme left but يعني far center right خلينا نسميه يعني is not center. وبالنسبة للناس من الكمبليت ايسوليشن للكمبليت اوبننس خلينا احنا نبتدع صح. مصطلح جديد غير بالضبط من الكمبليت ايسوليشن وانت الاخر منبوث لا كمبليت اوبننس. وانا لا انسى واقولها برضو حتى ما نكون منصفين لما طلع جاستن ترودو في خطاب النصر تبعه وتكلم عن الحجاب انت بتعرف البوزيتيف مسج اللي اعطاها للمحجبات ما في شك كانت عظيمه كانت صحيح. عظيمة. ولكن من أعضاء حكومته نفسهم لأن على تواصل معهم حكوا لي we will take years
to undo what Harper did. Great. We okay. And so far بهال يعني هالسنوات من 2015 لهلا يعني صرنا نلاحظ السياسة الحكومية تغيرت نحو ال خلينا نقول يعني العدل ما بين المجتمعات المواطنين الكنديين، ولكن المود المزاج العام للكندي متقوله يعني كوكيجنز، إذا هذا ما بعرف إذا نقدر نقول هذه الكلمة ولا لا من ناحية عنصرية، المود العام للكوكيجنز كنديانز شفتد لا يعني نزاح لحق الفكر ستيفن هاربر، حتى ما بعد ذهاب ستيفن هاربر برفض رفض المتقوله يعني رفض الموزايك ستايل السيستم اللي حكينا عنه، الدايفرسيتي صار بالنسبة للكنديين بجزء كبير من هون يعتبر نموذج غير ناجح، صار في نوع من ما رح أقول القبول وإنما تقبل فكرة العداء للآخرين وبشكل خاص للعرب والمسلمين، إذا هذا إذا I think it's safe to say that. يعني قصدي سياسة الحكومة صفت بمحل، ولكن نحن المجتمع نحن عم نعاني من 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 عنصرية مجتمع بأفراده وليس بسياسة بلد ولا سياسة حكومة، مع إنه مثل ما حكينا القانون ما فيه مش عنصري. تمام. طيب. تمام، احنا زي ما حكينا السيستم مش عنصري، ولكن السيستم السياسي يسمح للعنصرية، العنصرية تؤثر بالمؤسسات على مدى الفترة اللي بيجلس فيها الحكومة، المؤسسات تؤثر بالأفراد، والأفراد هاي حتمارس عنصرية على الناس. اذا احنا بأي مرحلة موجودين؟ هاربر 10 سنين جلس على صدرنا عنصر الحكومة وعنصر الأجهزة وحفز العنصرية، تزامنت مع عنصرية ترامب، احنا الآن ندفع الثمن. ما نقول احنا يعني احنا برضو احنا هنتكلم الان عن هذا الجانب، احنا حكينا انه احنا علينا مسؤوليه واحنا في عنا خطا احنا ما ننكره، بس احنا نتكلم من هذا الجانب، اين اتت العنصريه في المجتمع وما هي تاثير الحكومه على العنصريه، هذا هو ها هي الخريطه يا سيدي. طيب حتى ما ناخذ اكثر من وقت، اكيد انت عندك يعني بتشكر وقتك، بس السؤال الاخير يعني يعني معلش ولا سالته اياك بالانجليزي، يعني where do we go from here؟ يعني رسالة أمل، رسالة أمل حتى ما نعتم الدنيا على الناس. We see change، في تغير. يعني إحنا الآن مثل ما حكيت في اجتماعنا الأخير مع Peel District School Board اللي هي بتضم ميسيساغا وبرامتون، فيها عدد كبير من العرب والمسلمين، بعد ما كانوا في موضوع المنهاج التربوي كانوا متطرفين صراحة، الآن انفتحوا. ليش انفتحوا؟ ليش تفتحوا على الآخر وأصبحوا أكثر استيعاباً؟ لأنه صار في عنا مدرسين عرب ومسلمين، صار في عنا مدراء مدارس عرب ومسلمين، صار في عنا بالجهاز، صار في عنا بالسكول بورد، صار في عنا بالترستي بورد. إذن where do we go from here؟ أول شيء على مستوى الفردي، بما أنه إحنا جماعة مبدعين فرديين، أنا أشجع من هذا المنبر كل جمهورك الكريم، أرجوكم ادفعوا أولادكم يدخلوا في كل تخصصات اللي بحتاجها المجتمع. يعني إحنا ما نفكر إنه أنا بدي أدرس طب عشان الطب أعمل فلوس كويسة وإذا بكرة طلعت بلد تاني أستفيد، هذا تفكير أناني، تفكير أناني. أنت فكر إنه أنا موجود في مجتمع الآن لازم أكبر وأقوى فيه. يعني في سلك التعليم، دخلوا أولادنا في التعليم معلمين، دخلوا أولادنا في الشرطة، دخلوا أولادنا في الإعلام، دخلوا أولادنا في المحاماة، لأن المحاماة مهمة جدا من اللي تنقصنا، دخلوا أولادنا في السياسة. فأول شيء على مستوى فردي يجب أن نشجع أبنائنا على الدخول في كل مؤسسات الدولة حتى يصير لنا حضور، لأنه التغيير من الداخل أقوى من التغيير الخارجي. هذه واحدة. اثنين، إحنا الآن على مستوى مؤسسات عربية وجب علينا أنه نتعقل ونشتغل مع بعض، وجب علينا أنه نضع اختلافاتنا في مجتمعات عربية إلى الآن
حاملة على ظهرها العداء إنه فلان قتلني والمجموعة هاي الدولة هاي قتلونا وذبحونا انسوا يا جماعة خلص. يعني إحنا في الآخر إحنا في أخطاء صارت، في أكاذيب كثيرة، في أمور كثيرة تاريخية. إحنا الآن بدام اتفقنا على تعاقد سلمي اجتماعي ندعم في بعض أضعف الإيمان، إنه ندفع عن أنفسنا الخطر، وجب علينا التعاون. خلينا عقلاء، خلينا منطقيين، نتعاون مع بعض ونعمل نوع من حلف الفضول مرة أخرى. إيش هو حلف الفضول؟ حلف دفع الظلم، ندفع الظلم عن أنفسنا. بدال ما إحنا فرضا شفنا في انتخابات للأسف 2019 انقسمنا على بعض، كانت طبعا مش حلوة الحركة للأسف. لا، إحنا نيجي نضع قضايانا على الطاولة، وكل واحد لكم دينكم ولي دين، كل واحد يحافظ على دينه وجذوره. إحنا متجايين نصبغ بعض مرة أخرى، لازم نفهم هذا الموضوع، نجلس ونتعاون، ونتعاون على التعاون على القوة وصيانة الحقوق للجميع. النصيحة الأولى أعتقد أنها أسهل، لأنه هي برضو عمل فردي، أسهل علينا، ندخل أولادنا، أولادنا إن شاء الله يكونوا هم أقدر على التعاون. إحنا اللي شغالين الآن الناشطين النشطاء واللي شغالين بالمؤسسات، أنا أرجو أن يسمعوا هذا النداء في كل المدن اللي فيها عرب، يجلسوا مع بعض ونعمل فعلا مؤسسة حقوقية يا سيدي، حقوقية. انسى الاجتماعيات، انسى الحفلات والاحتفالات، انسى الكلام هذا كله. زي ما في يونيونز، وانت تفضلت بكلمة جميلة من بداية النقاش، هذا البلد بلد يونيونز. ما يعني على مستوى فرضا للتريد يونيونز، كيف حامين نفسهم؟ يونيونز دافع عن حقهم. يا اخي تعال نعمل عرب يونيون، هذا اليونيون حقوقية، ما بدنا اجتماعات اجتماعية، ما بدنا احتفالات، ما بدنا الكلام القهوة والشاي ونوالد. تعال نجي نقول احنا It's a Arab Union، مؤسسة حقوقية ندافع فيها عن حقوقنا. إذا استطعنا أن نعمل هذا الكلام، وأنا آمل أنه ينجح هذا الكلام، ورح نبقى نحاول عليه، فإحنا إن شاء الله حنبقي على أنفسنا، نصير قوي أقوياء. ليش أقوياء؟ أقوياء، إحنا مش بقصد أقوياء أنه نفرض قوتنا على الآخر، أقوياء بمعنى لا نضيع حقوقنا ولا يعتدي علينا أحد. وآمل أنه هذا يكون رسالة يعني نتنفذ إن شاء الله في القريب العاجل. يعني أنا إذا بتسمح لي أضيف جملة للكلام اللي أنت حكيته وتفضلت فيه. أنا أتصور نحن كأشخاص، أتصور أهم عامل للتغيير وللتحسين، where we go from here، إنه نحسن أدائنا الشخصي مع ضمن محيطنا المؤثر فيه، مع إذا كان في العمل ولا إن كان في السكن ولا إن كان في الأماكن العامة. يعني أتصور كل واحد فينا عليه دور يؤدي، يعني لأنه صرنا فعلا أنا يعني في شيء، ما رحوا إحنا مجموعة مستهدفة، ولكن كل بوادر إحنا مش مستهدفة، إحنا حيطنا واطي. حيطنا لما يكون حيطك واطي تصبح طبيعيا مستهدف. يعني مثل ما بنقول احنا بعميتنا باهل الشام ملطشه. ما لانك حيطك واطي، فاي واحد بده يطلع على كتافك انت اسهل واحد تنضرب، فطبيعيا حتكون مستهدف او اكثر المستهدفين يعني. اوكي طيب، هل الاستهداف هذا وانه حيطنا واطي، هل هو برايك سبب حقيقي ومنطقي للكثير من الناس ما عم يقدروا يعني ياخذوا فرصهم بالحياه لانه مرفوضين كونهم شرق اوسطيين ولا كونهم من خلفيه اسلاميه ولا كونهم شكل عربي؟ يعني انت بتجربتك الشخصيه. والله يعني شوف، اللهم لك الحمد، انا تجربتي الشخصيه اعتبرها ناجحه، وانا اعرف كثير من الناس تجربه ناجحه برغم التحديات. ليش؟ لانه اول شيء ان انا امنت انه العنصريه الموجوده هي بعبع لن أستطيع التعامل معه، فأنا حكيت على نفسي بالفشل. مع كل احترامي أنا سبب الفشل مش العنصرية. صحيح. إذن أنا التحديات سواء عنصرية ولا غيرها تحديات لا تنضب، يعني دائما في تحديات. الأصل في النجاح دفع التحديات، هذا الأصل. ما هو كيف الإنسان يعني مين نجح من غير تحديات؟ ما في. إذن أنا اللي بدي أستخدم العنصرية إنه تحدي يعطلني عن النمو، معناته كل شيء حيعطلني عن النمو. إذن أنا لا أؤمن أن العنصرية هي يعني يستخدمها الإنسان كشماعة ويستخدمها الإنسان كسبب لعدم التطور وعدم النجاح، ويقول والله في عنصرية. أنا لا، أنا ضد هذا الكلام تماما. إحنا نتكلم
عن العنصرية وعن الشر كما قال الإمام الشافعي، عرفت الشر لا للشر لاتقائه، يعني أنا بدي أعرف الشر حتى أعرف أتعامل معه، لأنه في الآخر مثله مثل غيره تحدي. فأنا نهائيا بالعكس أنا أقولها كمان بكل قوة، فرص النجاح وفرص التطور وفرص التقدم كبيرة لمن أراد أن يعني يقتنسها. فما نقول إحنا العنصرية تمنعنا من النجاح، لا، أنا هذا كلام أرفضه. هي تحدي كبير، هي قد تعيق البعض بعض الشيء، ولكن لا تمنعنا من التطور والنجاح. طيب فراس، سؤال أخير، وأنا بعتذر منك أنه أخذنا أكثر من ساعة. أبداً أبداً، أنا بالعكس أنا حابب أعلق على واحد من الأسئلة، بس تفضل سؤالك. في برأيك المجتمع اللي عايشين فيه لحنا، اللي لحنا جزء منه، آلية التعامل مع العنصرية والدفاع، يعني أنا كمواطن، آلية يعني الدفاع عن النفس أو الآلية لنهزم العنصرية، هل هي موجودة عمليا في النظام تبعنا ونحن ما بنعرف كيف نستخدمها، وإلا أو هي ما موجودة ونحن لازم نخلقها؟ اثنين صراحة، لأنه هذا النظام يتطور مع احتياجات المجتمع. يعني هو ما هو يعني نظام الكندي ما هو نظام إلهي منزل كامل متكامل. صحيح. ما هو صبت باطون مثل ما بقول يعني. وما هو نظام يعني إلهي، يعني في الآخر بشر طورته. صحيح. فيصيب ويخطئ وبده تعديل وتطوير. أعطيك الدليل، في 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 جانوري 2020 رحنا 100 شخص من الجي تي من حول كندا مع الان سي سي ام كليدرشيب من المجتمع كوميونتي، من المسلم كوميونتي، من المجتمع المسلم، 100 شخص كوست تو كوست. رحنا على البرلمان، اجتمعنا مع البرلمانيين، اجتمعنا مع رؤساء الاحزاب، الوحيد اللي اجتمعنا معه كان جاستن ترودو. ناقش ايش؟ ناقش عدم فعاليه القوانين الموجوده لدفع خطاب العنصر والكراهية والعنصرية في الإنترنت. إيش كان الجواب؟ الجواب إنه سوري، القوانين اللي عندنا قديمة، it's not working. طيب يا عمي حدثوها، جددوها، it's gonna take time. تمام؟ إذن لما قلت لك الاثنين، الآلية للتطوير موجودة، القوانين الموجودة كثير منها مهترئ لا يصلح للتركيبة الجديدة. إذا إحنا لازم نصرف وقت وجهد كبير، عبدنا مؤسسات حقوقية مثل NCCM إنها تشتغل مع الحكومة والأجهزة الرسمية حتى تطور، تقدم قوانين جديدة وتحدثها. تخيل إن القوانين الموجودة الآن، وأنا أعطيك ده مثال واضح، لما الـ 3%ers بالـ 2016 صرحوا بخطاب الكراهية وجهوزيتهم لقتل المسلمين، أنا حكيت مع MPs قلت لهم إيش المسخرة هاي؟ إيش كان الرد من الـ RCMP ومن الـ MPs؟ Sorry, we can't do anything. Yeah. ليش؟ يعني هذا لا ولك هذا ما عندي قانون. ما في قانون يشتغل. ما عندي قانون أتعامل مع الموضوع. تخيل واحد بطالع برا حقتلك، بقول لك as long as he did not move from words to action, I can't do anything. صح. طب شو هالقانون الأعوج؟ هو مش قانون أعوج، هو ما تطور للتعامل مع هذه الحالة. صح. إذن فعلاً في ضعف في القوانين وفي نقص في القوانين، ولكن الآليات موجودة، الآليات محتاج إحنا نفعلها ونكون أكتف حتى نشجع وجود قوانين جديدة. يعني هو في عنا بأمريكا وبكندا، كوني عشت في هالبلدين، في عنا تجربة أنا أتصورها من أنجح التجارب لأقليات قدرت تساوي تغيير جذري حتى على مستوى الدولة، يعني على مستوى المجتمع كله. وأنت كونك ابن فلسطين بتعرف تأثير الجالية اليهودية أو الزاينس as we call it على يعني رغم من هذا فكرة قديش العدد الصغير أو العدد مهما يكون صغر مدام في آلية عمل مشترك وآلية عمل ضغط، فكل القوانين اللي بتأثر عليهم بتحس إنه قادرين إنه يغيروها ويطوعوها. وفعلا مثل ما حكيت، يعني هذا المجتمع او القوانين هالبلد قوانين ديناميكيه وليست وليست ثابته. اذا نحن ما بنشتغل وما يعني نبذل الجهد لحتى نساوي التغيير، ما راح يجي واحد من برا يغيره مشان اور براون ايز. وهو هذا التحدي الاساسي اللي احنا ما تعودنا عليه في بلادنا اصلا. نحن ما متعودين احنا نساوي التغيير، نحن دائما التغيير يفرض علينا، وانما نحن هنا في بلد نحن نصنع التغيير. فاذا انت ما بتعرف انك انت انت ستاتيك ثابت ميت، يعني سوري اباوت ذس وورد، بس انه انت يو نوت فاعل. انا بقولها بكل بساطه،
We just need to play the game. We just need to play a game. What? Just play the game. يعني نعرف شو بدنا نعمل. ندخل في المكان الصح. نحرك الأمور الصح. حنوصل. فعشان هذا اللي بيعطينا أمل. إنه زي ما حكينا. السيستم نفسه كويس. غيابنا عن السيستم قلب السيستم علينا. صح. لأنه غيابنا عن السيستم وظهور حكومة متطرفة العشر سنين انقلبت الدنيا علينا. إذا نحن نلام. نلام لأنه إحنا we're not on the table. We became on the menu. نرجع to sit on the table. نرجع ندخل في هاي المناطق الفعاليات الحساسة والمناطق الحساسة والمؤسسات الحساسة هنقدر نغير بإذن الله. إن شاء الله. أنا يعني أول شيء ما كنت بعرف أنه أنت خطيب جامع. لو كنت عارف أنه أنت خطيب جامع لكنت جهزت لك حلقة من كعب الدست عم بستنى هالفرصة لأعلى ليش خطيب جامع وبلش في يعني متقولوا أسئلة. على كل حال ترى دير بالك أنا 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 خطيب جامع بس مش درويش. لا لا ما شاء الله عليك. أنا بتشكرك لوقتك وبتشكر كل اللي حضروا معنا اليوم وكل اللي شاركوا الفيديو وكل اللي علقوا. أنا بعتذر ما عرضنا أي تعليق بس أنت ذكرت في تعليق. أنا بدي أجاوب على تعليق للأخت ميسون. تفضل. يعني في تعليق عجبني صراحة. أنا ما كنت عارف إحنا وين بثين صراحة على الفيسبوك. أنا الآن شو إجاني نوتيفيكيشن ففي تعليق لميسون الله يجزيها الخير بتقول في كلام جميل جدا بس بدنا قيادة موحدة يا أخي لنصل لهذا المستوى. طيب أنا بس تعليق سريع على قصة القيادة الموحدة اللي إحنا بنقول في عاميتنا اللي ما له كبير ما له تدبير يشتري له كبير وما له تدبير. صح. كثير من القضايا تبعتنا وأنا ما بدي أدخل بتفاصيل هذا الموضوع ولكن قضية ال Children in Society مع الطفل في كيبيك. نعم. كيف انقسم المجتمع العربي ما بين مؤيد وبين معارض؟ وأنا أقول لك بكل أمانة اللي أنا ما بدي أحكي الموضوع بس بدي أعلق يعني إنه كلا الطرفين لهم وجهة نظر في يعني في وجهة نظر معتبرة في كلا الطرفين من نظرتهم من زوايا مختلفة. معظم الخلافات التي تحتمل وجهين يعني في رأيين وتقول هذا عنده نظر وهذا عنده نظر. طب أنا أمشي مع مين؟ لازم نعرف شيء يا جماعة في الأمور الخلافية اللي تحتمل اختلاف وجهات النظر مين بحسمها؟ مين بحسمها؟ قيادة الموحدة. هذا اللغط اللي صار في الأيام الماضية ليش؟ لو في قيادة موحدة قيادة موحدة من العقلاء من الحكماء وإجا طرف وقال أنا عندي وجهة نظر والله فيها كلام إجا الطرف الآخر فيها كلام القيادة الموحدة بتيجي بتقول وين الـ best interest of the public now؟ صحيح. وبتيجي بتغلب رأي مش لأن الرأي الثاني خطأ لأن صحيح. المرحلة الآن تقتضي إنه في best interest. yes. فأنا التعليق على تعليق الأخت إنه definitely من غير قيادة موحدة هتكون شغلتنا أصعب بكتير. وأنا بدي أذكركم بشيء أنا كنت لما نقرأ في مؤتمر التأسيس الصهيونية في 1897 في بازل 1897 أنا دائما بسأل هذا السؤال مين بيعرف كم مؤسسة يهودية اجتمعوا لتأسيس الصهيونية وتأسيس قيام دولة إسرائيل كم مؤسسة كانت؟ أنا ما بعرف بس أتوقع بالعشرات إذا مو بالمئات. أنا اللي قرأته 1500 مؤسسة. واو. وسبكتروم ضخم ما بين اليمين واليسار ما بين الأرثوذكس وما بين العلمانيين السكولر. سكولر يا. كيف نجحوا بخمسين سنة يعملوا اللي عملوه لنعملوا قيادة موحدة وغلبوا المصلحة العامة. فأنا 100% أتفق مع هذا الرأي عشان هيك أنا دعيت أدعو لحزب الفضول عشان ما نقول قيادات وزعمات لأنه إحنا لما نتكلم قيادات وزعمات شوية بنفتل إحنا العرب في الموضوع. وأنا بدي أقول لك يعني مشان هيك بدي أقول لك أنا بخالف الفكرة هاي إنه بدنا قيادة موحدة لأنه أنا لا أنا بدي أشرحها ما أنا بدي أشرحها ما أنا ما أقول قيادة موحدة
قيادات وزعامات لأنه حنفتن. أنا عارف حنحرف على طول. أنا عارف أنا أكثر واحد حالك أبو جهاد. أنا ما أقصد بالقيادة الموحدة مش زعيم. أيوه. على يعني رأيي يعني ما عم تسمعنا مش عشان تصير الزعيم أكيد. أنا رأيي في أخ عزيز بحكي لا نريد زعيم يفكر، نريد فكر يتزعم. فإحنا ما بدنا قيادة موحدة ممثلة في شخص هو الملهم وهو المهدي وهو المخلص. لا لا، أنا أقصد قيادة موحدة It's a body. جسد. صح. صح. يجتمع فيه عقلاء بمثل كل الأطراف وهدول يأخذوا القرار، قرار جماعي شورى مؤسسي مش فرد. فمش قيادة موحدة برضو تفتي بأمور الناس كلها، ولكن لما يجي يقول إحنا إذا أي شيء بشكل خطر وتهديد المجتمع العربي، هذه القيادة الموحدة جالسين على الطاولة، عقلاء منصفين خبراء عندهم نشاط، عندهم هذول بيجي بيقولوا هيا جماعة العامل المشترك اللي بيننا وهذه المصلحة، يرجعوا للجميع أرجوكم اهدأوا، هذا هو القرار والناس تحترم. هذا ما أقصده بقيادة موحدة إن شاء الله. يعني بس أنا يعني أنت أنا بدي أقول مجرد ما قلنا قيادة موحدة برأيي لحنا فتنا في دوامة، لأنه بالأساس المجتمع يعني المجتمع غير مهيئ وغير يمكن كلمة ناضج شوي قاسي، بس غير مهيئ لفكرة القيادة الموحدة، لأنه القيادة الموحدة هي ليست أشخاص أو عقلاء وبيجوا هن بيحلوا القصص. يعني أنا برأي القيادة الموحدة هي انعكاس لوعي المجتمع بأهمية العمل المشترك، وأنا هذا برأيي اللي إحنا ما هو موجود عنا. فمشان هيك أتصور يعني المشوار طويل بس لابد إنه لاقي حلول. يعني ما عندنا خيار إلا نمشي، هو مشوار طويل والناس غيرنا مشوا مشاوير طويلة ووصلوا. يعني كون المشوار طويل ما يثنينا إنه لازم نمشي، لأنه وين بدك تروح؟ بدك ترجع لورا؟ ما في مكان تروح. هذا الخيار الوحيد. وتحياتي لإلك. ويمكن أنت ذكرت في بداية على الجالية الباكستانية، وأنا دائما بحب قارن نفسنا بالجالية الباكستانية كون عندنا التحديات قريبة ومشتركة، بس بتلاحظ الفرق الشاسع والكبير في التنظيمات وبالمجتمع الباكستاني ونجاحاته على مستوى سياسي والمجتمعي، وما بين للأسف يعني لساتنا نحبه. يعني على كل حال أستاذ فراس أبو جهاد، أنا آسف على الوقت الطويل، حديث ممتع، وأتمنى أن فرصة نتحاور مرة ثانية إن شاء الله. أنا سعيد جدا جدا بالأفكار اللي طرحتها، تنم عن فعلا عن خبرة، وأنا إن شاء الله أني أكون يعني استطعت أن أجاوب على أسئلتك الصعبة. يعني بقول لك خطير مش هين يعني. الله يخليك ما شاء الله. ولكن أنا جدا جدا استمتعت في اللقاء. تحياتي لك وتحياتي لكل مين معنا عم يشاهد، ولا تاخذونا طولنا عليكم. إن شاء الله هذا نايس ويكند، يعني عطلة سعيدة. يعني السلام عليكم جميعا. يعطيك ألف عافية. سلام عليكم. تحياتي لك. شكرا كثير. يعطيك ألف عافية.